السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم معانا أبو سهيل، بدنا نحكي وندردش على لم الشمل. كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. مثل ما بتعرفوا جميع العالم اللي طلعوا على أوروبا عندهم موضوع لم الشمل، موضوع بيشغل بال كثير من العالم. فاليوم بدنا نحكي مع أبو سهيل نشوف لم الشمل كيف الشخص بعد ما يصل على ألمانيا يفكر حاله انه خلص من جميع الاشياء ويبلش يشوف الدين ويبلش يعني يبلش حياته من جديد، وهو مو عارفان لسه عنده مبلغ مو سهل بده يحطه على اوراق لم الشمل. هلا انا نزلت مقطعين فيديو، اليوم نزلت المقطع الثاني، من شوي نزل لازم كود. الفكره اللي عم مي فهمانه العالم انه عمال بيحسب هو بس تكاليف طلعته من سوريا او من تركيا او من البلد اللي هو فيها لحتى يوصل المانيا، تمام؟ بقول لك بس وصلت انا بدي بلش اشوف الدين، انتهى الموضوع هذا. بس العالم عم يروح عن باله فكره انه انت اول ما تصل لالمانيا انت ما خلصت، لانه اول ما راح يصل الشخص اول شيء راح ياخذ مساعدات قليله يا دوب تكفيه مصروف له الشخصي والشيء ضروري جدا جدا، هي اول شغله. الشغله الثانيه في كثير ناس هلا طالع اشاعات بدها هالمساعدات تلتغى، بتصير نقاط تصير كروتة. في هذا الموضوع بالنسبة للأشخاص اللي معتمدين إنه ما عندهم مورد تاني وعائلاتهم بتركيا أو بسوريا، هن متأملين إنه يطلع من موضوع الكامب يدخل بموضوع الهايم ويصير على الجوب سنتر ويحسن يوفر مبلغ يبعث لعائلته. ممكن بعض الأشخاص طولت معهم سنة، عاد عن هيك يعني جوز موضوع يلتغى، فما راح يستفيد بالنسبة للنقطة. بيجي شخص بيقول لك أنا بس طلعت وصرت بألمانيا إيه ما تفيني وفي الدين. يعني هذا الشخص عن جد هذا الشخص منين عقله ما بيعرف انه عنده السنة كاملة بده يقعد في الكامب. المرة الماضية انا نزلت فيديو من شوية ثلاثة ايام حكيت فيه بالفكرة بالتعليقات، في اشخاص ذكروا لي انه يعني انت عم تحكي انه عن موضوع الدين وهالامور هي، بس لكن انت مالك عايش المعاناة اللي انا عم عيشها بتركيا او سوريا او باي مكان، فهمت شلون؟ بس لكن اليوم انا تدينت، انا طلعت، انا عم بدور على الامان، وصلت له للامان، انا عندي متطلبات اللجوء اللي بتحب لي اقدم لجوء، انا قدمت لجوء. بس المشكله انه يا اخي العالم عم تصل، انا حكيت بهالشغله انه مبالغ ضخمه، يعني اللي عم بصل ب 7-8000 يورو 9000 يورو، انا متاكد نسبه كبيره منهم دين. الله يا ابو سهيل، لو انت سالت على اوراق لم الشمل شد راح تكلفك تقريبا انت حيطك في بالك؟ والله انا بالنسبه لي عم اوجب بالكامل كامل اوراق لم الشمل، كونه انا زوجتي بتقدر تروح هي تطلع الاوراق عن طريق محامي بسوريا عن طريق محامي مع الجوازات 900 دولار. 900 دولار طبعا هذا داخل قطر، الاوراق داخل قطر والجوازات داخل قطر. وقلت لي انت بدك تروح على غير محافظه تجيبهم طبعا. لبكه في لبكه كبيره، مصاريف الروحه والرجع في لبكه كبيره، اللي عايشين بسوريا كلهم بيعرفوا انه لا مع مصروف انه زوجتك تروح على غير محافظه وتجي تكلف تقريبا 1500 اكيد، لانه عنده 1500 دولار وزوجته في سوريا، يعني هي بالمكان اللي راح تطالع فيه الاوراق. في شغله ثانيه انه سوريا جغرافيه العالم كله صارت تعرف شلون كيف ترتيبها، فانت بدك تنتقل من منطقه لمنطقه كمان عم بصير تكاليف كانك عم تعبر من دوله لدوله، كمان هي التكاليف واحد ياخذ بعين الاعتبار ما بتقدر تتغاضى عنها، يعني موضوع يعني مو سهل. وبالنسبه للمصاريف يعني والله انا بالنسبه لي حاطط حسب ما عم بشوف، طبعا انا زوجتي في تركيا تقريبا عندي بين 2000 ل 3000 اوراق، تمام؟ وانت لسه في عندك شغله تكلفة الفيزا وفي عندك تكلفة التيكت. هلا الفيزا يمكن 50 يورو بيقعدوا بالسفر، تمام؟ والتيكت تيكت الطيارة هدول ما عم نحكي عليهم لسه، تمام؟ ما عم بتحكي عليهم، بس انت في عندك مصروف رح يجيك. انت هلا بدك 1500 لسه عندك كمان تيكت. انا عم بحكي 1500 ما عدا لسه في عندي مصروف. زوجتي بدها تروح على لبنان على المقابلة، وفي حال الله يسر يعني ممكن الشخص يحط مصروف طريق. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي حطيت 1500 يورو وصلت المانيا، بس لكن اتوقع راح احط 5000 يورو حتى عادي تصير عندي. نعم. يعني لم الشمل اكثر من حطيت. انا بالنسبه لي اكثر، يعني انا وصلت يمكن 7000 وحط شيء 3000 كمان لم الشمل او 4000. انت وصلت 6000؟ محاولات فاشله 1000 واخر محاوله كامله 6000. تمام، وبدك شيء 3000 يعني شيء 10000 يورو بدك تحطه بلاش، يعني شيء رخيص مبالغ كبيرة حقيقة. وهي بنرجع للفكرة طبعا هذا كله كوم
وهلا حاليا في الوضع الحالي في شيء اسمه عم نسمعه كلياتنا عرفناه، الجواز السفر السوري الجديد الالكتروني المتطور. تفضل. في مشكله انه في سفارات ما عم تقبل فيه. هلا كثير من السفارات بس لكن حلوا هالمشكله هي انه على الصفحه 47 بدك ايوه لازم يكون بده يبصم ويوقع بحضور الشخص اللي طالع القنصليه. حتى تصير الهجره والجوازات داخل سوريا، كونك انت داخل سوريا بتحسن هالامور هي تخدم جواز السفر السوري الالكتروني المتطور جدا هلا حاليا، لانه ما عم يحطوا عليه يعني اللهم عم يطالع الجواز وبيعطوك اياه. فالسفارات صارت تطلب مننا انه لازم نحن الشخص صاحب الجواز يكون في له توقيع او بصمه او شيء على الصفحه 47، بسبب انه الشفره اللي حاطين على الجواز احيانا ما بتاخذ او ما معترف عليها بالسفارات. فبسوريا لازم يحطوا عليه ختم وتوقيع بعد ما هذا الجواز ينبعث. مثلا انا زوجتي مثلا في تركيا، بعد ما ينبعث لها على تركيا لازم تاخذ الجواز وتروح على القنصليه، بالقنصليه تسجل دور وتدخل على القنصليه تبصم على الجواز على الصفحه 47 عشان يعرفوا انه هذا الجواز لها 100% بحضور خارج القنصليه. كونه خارج قطر بالسفاره داخل قطر بنفس دائره الهجره والجوازات بتحس تمشي الموضوع. هذا والله مشكله كثير كبيره في عالم طالعت الجواز وبعتته على غير دوله وبده يرجع يرجعوه يحطوا هالختومه ويرجع يرجعوه. المشكله الاكبر هو بصير هو استهتار من الناس او انه عم بتسهل بالنسبه للموضوع. للي عنده زواج قديم واموره كلها جاهزه اوراقه جاهزه فاموره بخير، اما المتزوج جديد او متزوج سنتين ثلاثه قال انه انا بس اصل المانيا رح امشي باجراءات الاوراق، هن عم في شيء عم ينسوه انه احيانا انت بتضطر لانه تعمل وكاله للمحامي حتى يمشي لك بالاوراق، او اذا انت كنت متزوج في بلد ثالث هن عمال او جهل يعني كثير. هلا انا حتى احد اشخاص او انت ما كنت تعرف هالموضوع هذا انه في شيء اسمه بلد ثالث، في شيء اسمه مثلا بس على الفيس بتلاقي كل واحد عم جاوبك ما في جواب. قول انت سائل سؤال يعني بشكل يعني كل العالم تفهمه، سؤال واضح بتلاقي واحد عم يعلق لك براد للبيع. يعني اقسم بالله الشعب العربي شلون بيعلق التعليقات. كون يعني انت جاي تعلق على منشور ما دخلك فيه، طيب تركي اسال سؤالي وترك العالم تجاوب على سؤالي. حتى المشكله بتلاقي عاملين مجموعه مثلا مجموعه لم شمل ايوه تمام، فانت عن اللي بتسال سؤال المفروض المشرفين اللي عاملين المجموعه اقل شيء يكونوا عنده المام بالموضوع، فبتلاقي الدنيا كلها بتعلق الا المشرف اللي لازم يجاوبك ما بعلق ما بتشوفه طاول. فهيك يعني المفروض انه المشرف منشورات ما لها علاقه بموضوع الجروب كله ما يقبلها. مثلا جروب لم الشمل للسوريين من تركيا لالمانيا وما الى ذلك، بتلاقي في اوقات يعني بعض المنشورات ما دخلها بموضوعنا. الله يقدم فيه الخير للكل وان شاء الله. والله حاليا انا يا جماعه بالنسبه لي انا للم الشمل عم بسال كثير، فالحمد لله رب العالمين اني في طفل. انا قلت لكم في فيديوهات سابقه الحمد لله رب العالمين انا الله رزقني بطفل الحمد لله، انه هذا اثبات قوي لزواجي. غير انه انا ما عندي طفل اللي عنده فبشي بصير صعب جدا اني لم شمل زوجتي. اللي عنده زواج حديث وما في عنده اطفال بحتاج صعب معجزه، بده معجزه حتى يلم شمل. الزواج الحديث وما عنده اطفال معجزه لم شمله. على فكره حتى المقابله اثناء المحاكمه الثانيه هي المقابله، في ناس تقدر من خلال هالمقابله هي في حال مثل انت ما جاب هذا السؤال، بس بالنسبه لي وفي كثير اشخاص انا سمعت انه اجاهم هذا السؤال، انه وقت القاضي بيساله انه انت زواجك وين كان، فهو اذا ما عنده اوراق ثبوتيه تثبت زواجه بالبلد الثالث فهو بامكانه يظبط تواريخه ويظبط واقعه الزواج انه تزوج بسوريا. هذا الشيء راح يخفف عليه من الاوراق وراح يخفف عليه من التعقيدات اللي راح تصير معه، لانه حكى بالمحاكم اكيد اذا المحكمه الثانيه ذكر انه هو متزوج بسوريا طبعا بدها تكون التواريخ متناسقه مع كلامه. هذا شيء بحل له مشكله كثيره. فكره اذا شك في المحقق باي شكل من الاشكال انك عم تكذب بجوز يطلب اوراق زياده او يعقد الامور عليك اكثر. نعم يعني مو موضوع سهل، فالانسان لازم يكون دقيق كمان بالحكي. يا جماعه موضوع لم الشمل بدكم كمان تحطوه في الحسبان قبل ما تطلع، قبل ما الشخص يجي يفكر انه انا كيف بدي اوفي الدين
ما يعرف انه عنده مبلغ لا يستهان به بده يحطه على لم الشمل عشان الشخص لما يطلع يعرف شو في عنده بالايام اللي قادمه. يعني بدك تتدين مبلغ 9000 يورو مشان تصل المانيا، حط في بالك كمان بدك 3-4000 يورو كمان بعد ما تصل المانيا لاوراق لم الشمل ولانت امورك الشخصيه. يعني الموضوع مو سهل وفي مصاريف بعد ما الانسان يصل. فهذا كان فيديو اليوم، وهي زيارتي لعند أبو سهيل. ميت أهلا وسهلا، ديروا بالك على حالكم، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.